بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم باسم وزارة التجارة الخارجية وبالإصالة عن نفسي بمناسبة يوم الاتحاد 40 بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة المتمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حيث يحمل الاحتفال هذا العام طابعا خاصا لمرور 4 عقود حافلة بالعمل والإنجاز، والتي بدأت بمرحلة البناء الشاقة التي قادها بحكمة واقتدار وسخاء في العطاء وتفان في الإخلاص والبذل مؤسس الدولة وباني نهضتها وعزتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. فقد شملت تلك المرحلة تنفيذ خطط وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها، ووضعت لبنات قوية في مسير التقدم والازدهار التي عمت بخيرها كافة أرجاء الوطن. كما أن الاستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الدولة منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم نجحت في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي، وساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي، حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي من 6.5 مليار درهم عام 1971 ليتجاوز التريليون درهم عام 2010. كما ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 3 مليار درهم في عام 1972 إلى 754 مليار درهم في عام 2010، بما يزيد عن 251 ضعف. ولا شك أن هذه السياسات ساهمت في زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية من 10% عام 1971 إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، ومهدت الطريق للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة تركز على رؤية طموحة لقيادتنا الرشيدة. السادة الحضور، استمراراً لجهود وزارة التجارة الخارجية على طريق التميز وتقديم الخدمات المؤسسية الفعالة لزيادة وعي ومعرفة القطاع الخاص بالسياسات التجارية للدولة وآخر المستجدات التي تتعلق بالعلاقات التجارية والاستثمارية التي ترتبط بها مع مختلف دول العالم، فإنه يسر وزارة التجارة الخارجية أن تطلق الموقع الإلكتروني لخارطة العلاقات التجارية الإماراتية كأول موقع تفاعلي وديناميكي من نوعه على مستوى المنطقة وباللغتين العربية والإنجليزية، الذي يوفر المعلومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمختلف دول العالم بالاستناد إلى مجموعة من التقارير الدولية التي تصدرها المنظمات الدولية، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالاستثمارات الإماراتية في الخارج والمبادلات التجارية بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم وبطريقة سلسة تمكن المستثمر والمصدر من الوصول إلى المعلومة المناسبة واللازمة لاكتشاف أسواق جديدة. وضمن المرحلة الأولى الحالية يمكن الاستعلام عن المعلومات والبيانات والمؤشرات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمئة دولة تم اختيارها حسب الأهمية التجارية مع دولة الإمارات. وخلال الربع الأول من عام 2012 سوف تكون البيانات والمؤشرات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية متوفرة لجميع دول العالم. السادة الحضور، وعلى صعيد متصل يسر وزارة التجارة الخارجية أن تعلن عن إطلاق النسخة الثانية من الكتاب الترويجي عن الاستثمار في الدولة الذي يحمل عنوان لماذا الإمارات؟ فرص غير محدودة باللغة الإنجليزية وفي حلته الجديدة،
حيث يعد الكتاب بوابة معلوماتية موجهة للمستثمر الأجنبي حول الدولة ومقومات الاقتصاد الوطني والفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات الاقتصادية الواعدة والقوانين والتشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية والاستثمارية بالدولة، وذلك في 9 فصول. كما يوضح الكتاب العوامل والعناصر التي تميز الإمارات العربية المتحدة لتصبح خيار المستثمر الأول، والقوانين الجاذبة للاستثمار والتكنولوجيا المتطورة، والأهم من هذا الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة للدولة تجاه التميز، والحرص على تبني أفضل الممارسات الحديثة والعملية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات والمجالات، خاصة القطاعات غير النفطية. وفي الختام أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاز تلك المبادرات، وخاصة شركة بروج على رعايتها لإصدار كتاب لماذا الإمارات، والذي تعد مثالا للشراكة المجتمعية الفاعلة. وشكرا. المؤتمر هو عبارة عن إطلاق البوابة الإلكترونية للعلاقات التجارية للإمارات مع العالم الخارجي، هذا أولا. والشيء الثاني إطلاق كتاب YUAE، وهو عبارة عن دليل استثماري للمستثمرين عن اقتصاد الدولة والقطاعات الحيوية في الدولة وكيفية أداء الأعمال وكيفية تأسيس الشركات بالإمارات. ويأتي هذا الإطلاق للمشروعين في مناسبة احتفالات الدولة بمرور 40 سنة من قيام الدولة، وهو يشكل بادرة من الوزارة نحو تعميق علاقات بالعالم الخارجي ومع المستثمرين، وتوعيتهم بمجالات الاستثمار في الإمارات، هذا من جانب. ومن جانب آخر كذلك توعية القطاع الخاص بالدولة والشركات الإماراتية بالفرص الاقتصادية المتاحة في الدول الأخرى، وبالتعرف عن قرب عن مؤشرات، أهم المؤشرات الاقتصادية في الدول الأجنبية، وما حجم العلاقات التجارية بينه وبينهم، وإذا كانت هناك فرص استثمارية في تلك الدول، بالإضافة إلى ما كتبته أهم التقارير الدولية عن تلك الدول. وحرصنا أن يكون في حيادية في المعلومات التي تعطى من الدول، بحيث نقلنا التقارير التي تتمتع بمصداقية وشفافية في تناول وتحليل اقتصاديات الدول الأخرى. أما بالنسبة للكتاب، فالكتاب هو عبارة عن إصدار ثاني نصدره، تم إصدار الأول قبل سنتين، وهذا يعد الإصدار الثاني، وتم برعاية كذلك من شركة بروج للكيماويات، قاموا مشكورين برعايتهم لهذا الكتاب، وهو كتاب تعريفي للمستثمر الأجنبي الذي يريد أن يدخل سوق الإمارات ويتعرف على الفرص الاستثمارية بالدولة. فطريقة تقسيمه وتناوله للبيانات والمعلومات عن الدولة تم استعراضه بطريقة سهلة وجاذبة للقارئ، وتعرفه بأوجه أو مجالات الاستثمار
أولا مبارك الكتاب هذا والمعلومات القيمة اللي طرحت اليوم، مجهود عملاق فيه، وهذا بطبيعته ينمي العلاقات ما بين أي دولة ودولة الإمارات العربية المتحدة. العلاقات التجارية أو العلاقات ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة وما بين ليبيا وما بين الثورة المجيدة، ثورة 17 فبراير، علاقات متميزة من أول يوم، المساندة والدعم الكبير اللي ليبيا حصلتها من دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا طبعا بيخلق نوع من تفاؤل ما بين الدولتين. وبكل تأكيد وبكل شك أن في عقود كثيرة، عقود استثمارية، عقود استشارية موقعة من زمان مع دولة الإمارات، لكن الآن كلها حتراجع وحتفعل لمصلحة الشعبين ولمصلحة الدولتين. لكن أنا متفائل جدا، العلاقات متميزة، المناخ الاستثماري أكثر من متميز، ماشيين في خطوط متوازية مع الاهتمام بالجرحى وأسر الشهداء، لكن في نفس الوقت اقتصاد البلد مش هيوقف، ومتفائلين خير إن شاء الله.